اعتبر مجلس الوزراء بطاقة الناخب البيومترية الطويلة الأمد واحدة من المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، فيما بين أنه تقرر منح الموظفين مدة سنتين أو 60 يوما لتحديث بياناتهم البيومترية. مجلس الوزراء صوت على عد بطاقة الناخب البيومترية طويلة الأمد واحدة من المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة. على الموظفين جميعهم في مؤسسات الدولة الآن أن يسارعوا إلى تحديث بياناتهم البيومترية، بل قرر مجلس الوزراء أن يمنح الموظفين مدة 60 يوما لإجراء هذا. هذا نوع من منح الانطباع للمواطنين كافة وللموظفين على وجه الخصوص بأن هذه المسألة أساسية، وعلى الأقل الموظفون عندنا بالملايين في الدولة العراقية عليهم أن يحدثوا هذه البيانات تمهيدا لاستصدار بطاقة الناخب.